إذن ظلام ليل عدن وحرارة صيفها يكشفان حالة احتقان سياسي عبرت عنه تصريحات متزامنة وغير مألوفة بين محافظ عدن أحمد لملس وحكومة معين عبد الملك. ففيما اتهم المحافظ لملس الحكومة باستخدام ملف الكهرباء لمعاقبة أبناء عدن، قالت الحكومة إن العاصمة المؤقتة تستحوذ على نسبة 60% من مخصصات إنتاج الكهرباء في المناطق المحررة، وردا على اتهام محافظ عدن لها بالتنصل من مسؤولياتها بخصوص أزمة الكهرباء، قالت الحكومة إنها تنفق شهريا أكثر من 55 مليون دولار على كهرباء عدن، وأن الإنفاق اليومي على وقود تشغيل كهرباء عدن بوضعها الحالي ليوم واحد ولمدة 8 ساعات يبلغ قرابة 1,800,000 دولار، فيما تعجز الإيرادات الشهرية عن تغطية كلفة تشغيل يوم واحد. كما أن نصيب عدن من منحة المشتقات السعودية وفقا للبيان الحكومي بلغ 60% بإجمالي 610 مليون دولار، وأن الحكومة أنفقت منذ انتهاء آخر منحة سعودية في مارس الماضي حوالي 150 مليون دولار على لتوفير وقود لكهرباء عدن فقط. في الوقت ذاته لم تخفل الحكومة الرد على قرار محافظ عدن بالامتناع عن توريد العائدات المالية إلى المحافظة إلى الخزانة العامة بحجة استخدامها لحل مشكلة الكهرباء، وقالت إن معاناة المواطنين جراء انقطاعات الكهرباء لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب إلى الأمام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين، وأنه لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والإضرار بالخزينة العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات. الجدير بالذكر أن خدمة الكهرباء في عدن وبعض المناطق المحررة تقدم بصورة شبه مجانية، الأمر الذي جعل قطاع الكهرباء بحسب اقتصاديين بؤرة فساد تلتهم مئات الملايين من الدولارات شهرياً. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.